أظن والحدث يفرض نفسه خير ما نفتتح به أمسيتنا هذه هي أغنية عن فلسطين لمجموعة السلام. فكل التضامن مع الشعب الفلسطيني الأبي أمام هذه الهجمة الصهيونية التي يتعرض لها اليوم. التقينا في دار شباب القدس وما أحوج القدس إلى صوتنا ولو بالفن وبالكلمة. اختيار المكان، اختيار الزمان، اختيار الشخص، لأن الرميقي أول مرة كيتكرم وهذه غادي تسجلها التاريخ البنقرير وتسجل تاريخ الفورتنمية. أصفق وأكبر فيكم هذا اللقاء، وشكرا للمنابر الإعلامية، شكرا لكل من حضر، وشكرا لكل من لم يتأتى له الحضور. كنت جميلة على تنظيم هذه الموسيقى اللي كرم لي فيه، وأول مرة أنا كنت كرم كاع المجموعة اللي دازوا حتى وحدة ما فكرت بهذا الكلمة ديالي اللي فكرت فيه السي خالد. أنا تنذكرو بزاف، شاركت اليوم في الملتقى الوطني الثالث للثقافة والإبداع جمعية فورتنمية، كنشكروهم على الدعوة وكنساندوهم في الحفل اللي كيحتل المرتبة الثالثة بالنسبة لهم، والله يعني السنة الثالثة. نتمنى لهم التوفيق ومسيرة موفقة إن شاء الله في السنوات القادمة.